قتلوا أخانا المسلم هذا بلال، اسمه بلال، ليس له ذنب، عذبوه وقتلوه رحمه الله، أسأل الله عز وجل أن يكتبه في الشهداء وأن يسكنه فسيح جناته. انظر كيف يعني، يعني هل معنى أن عندما يحصل انفجار تأتي وتقتل مسلما؟ ماذا مسلم ليس له ذنب؟ بأي ذنب قتل هذا المسلم؟ بأي ذنب؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، وأن يلطف بنا وأن يجيرنا.